خليني اروح مع حضرتك لملف الدوري برضو عشان نلحق. اتفضل. والنهارده قرعه الدوري يعني الموسم الجديد، نتمنى نتمنى اهو كلها تمنيات يا احنا مع ان البدايه يا نجم والله ان ان شاء الله هذا الموسم يكون اكثر تنظيما طبعا، والرابطه ان هي تعمل على ذلك لان دي مسؤوليتها، فبتتوقع باذن الله يكون في تنظيم اكتر للمباريات والمواعيد وغيره ولا ايه؟ انا بتمنى برضو بار تمنياتنا برضو. مشترك معاكم يعني. لا التمنيات مهمه جدا، وانا بس بتوقع ان ممكن يبقى الموسم اكثر انضباطا مع وجود رابطه الانديه. يعني انا بشوف ان شغلهم، مش الرابطه كانت موجوده الموسم اللي فات؟ بس كان هم مستلمين برضو في وقت مضغوط جدا. المره دي المفروض الوقت احسن بكتير، واعتقد ان هم خدوا موافقه من الاتحاد الدولي على انهم يلعبوا ماتشات الدوري اثناء كاس العالم. معرفش هل ده تم الاتفاق عليه نهائيا؟ هل في دلوقتي تاكيد على ده؟ انا معرفش برضه، المعلومه مش لا، كان في محاولات بس بس انا مش عارفه هل تاكدت ولا لا. لا لغايه دلوقتي انا برضه مش متاكد. ده هيعلن طبعا اكيد من خلال الجدول تمام. اللي هيتعمل، لكن نتمنى اهم حاجه حته ايه؟ الانتظام ومراعاه الفرق اللي عندها ارتباطات، يبقى الوقت طبعا مريح طبعا. وبعدين كمان انا بتمنى ما تبقاش الماتشات المؤجله متلحمه كده لفريق النادي الاهلي مثلا. يعني انا بعتقد والله ما تتاجلش كلها كده ستوك. ايوه لا لوكشه واحده على بعض، لا ما ينفعش. العب الماتشات المؤجله او العب الماتش المؤجل بسبب الارتباطات الأفريقية في وقته بعد انتهاء المباراة الأفريقية في ترتيبه، لأن ده مهم جدا طبعا. وبرضه من ضمن المستجدات في فرق الدوري اللي هتتنافس في النسخة دي، في تدعيمات حصلت في أغلب الفرق تقريبا، فإلى أي درجة حضرتك شايف إن ده هيسخن الأمور ويشعل المنافسة؟ لا هيسخن، ممكن يخلينا مش عارفين من مراحل مبكرة مين اللي هيوصل للمربع الذهبي؟ لا هيسخن جدا، ويجب على لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني أنهم يعملوا حساب جامد جدا لكل الفرق القوى الكروية الجديدة. يعني في فرق اللي هي فيوتشر مثلا، مين تاني، في أسماء ظهرت، البنك الأهلي. لا يعني حضرتك بتتكلم على التدعيمات اللي حاصلة؟ لا أنا بتكلم عموما على القوى الجديدة اللي ظهرت. سيراميكا سيراميكا كله أصبحت كلها أولا بياخدوا لعيبة، بيعتمدوا على لعيبه مثلا من النادي الاهلي اللي هم مش واخدين فرصه معينه وبيتم اعارتهم، فبرضه دول كلهم قوى يجب تعمل حسابهم من الاول. وكل مباراه بيلعبها النادي الاهلي وكل الانديه مع كل الانديه تمثل نقطه في البطوله، في سعيك نحو البطوله. لكن اعتقد المنافسات بتبقى اصعب دلوقتي، لازم احنا نستعد لده. انا اعتقد ان هو هيكون موسم اقوى بكتير، ده بشهاده طبعا جميع النقاد الرياضيين. نعم. موسم هيبقى قوي، صفقات جديده جدا معظم النوادي عاملاها، واحنا نعم مش يعني بالنسبه لنا احنا مش بتوع الصفقات الكتير، احنا بتوع اللي هو زي ما بتقال كده النوعيه اكتر من العدد، ولكن انديه تانيه كتيره جدا عملت صفقات. ربنا يوفقهم على كل حال، في الاول وفي الاخر احنا عايزين اهم حاجه عندك موسم انت قوي. لا انا بالنسبه لي مش اللعيب بتاعك كدا. انت ما هو انت ممكن ايه تجيبي صفقات كل سنه، انا مش بدافع عن قلة الصفقات. لا هو الصح ان انت ما تجيبش كل بالظبط كده عدد كبير من الصفقات، وده الصح يعني. الصح ان انت تجيب اللي انت محتاجه 100% في المركز اللي انت عايزه، هو ده يعني وفق دراسه. ما تبقاش العمليه ايه ان انا ببيع واشتري مش في السوق انا. والله يعني مش هبيع 10 10 رؤوس. لا لا كلنا بنتمنى ان احنا نتابع دوري قوي والمنطق يكون حاضر فيه على عكس اللي كان حاصل قبل كده. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا. نورتني يا استاذ جمال، وزي ما كنت بقول يعني هو صفقات كتيرة جدا أندية عاملاها، صفقات كتيرة جدا انضمت، منها صفقات قوية جدا على فكرة. موسم هيبقى قوي، ده اللي احنا نتمناه، لأن في الأول وفي الآخر أنت مش عايز تشوف النادي الأهلي بينافس نفسه زي ما احنا كنا اعتدنا على كده، يعني ما كانش في حد إلا أنا شخصيا عايز أشوفه بينافس نفسه. انا عايز اشوفه بينافس نفسه. اصل هنقعد نكسب كده؟ لا انا عايز لا انا عايز افوز، بس انا عايز العب برضو ويبقى في تنافسيه طبعا. يعني علشان اوري ان انا عندي قدره كبيره، عندي فريق كبير، عندي قدرات مش موجوده، فاكسب بس اكسب والعب كمان وابتع جماهيري. هو ده اللي احنا عايزين نشوفه، فان شاء الله يكون موسم قوي، وباذن الله بقى يكون الدوري في مكانه، لان ده المكان الطبيعي في دولاب بطولات النادي الاهلي.